انت قاعده محلي، مين بتنقي تكون مثل لبنان؟ اختي. لما جاوبت رينا على هالسؤال ما كانت عارفة إنه بآخر السهرة هي يلي رح تتوج ملكة جمال لبنان لسنة 2012 وإنه أختها التوأم رومي رح تكون الوصيفة الأولى. كتر خير الله وصل لهم حقه، مين ما طلع اثنيناتهم طلعوا. شعور كأنه أنا ربحانة، وإن شاء الله أكون عقد هيدي المسؤولية، فرحة كبيرة لإلي ولعائلتي. رينا توجت ملكة بسهرة كل الصبايا بيحلموا فيها. بلشت الحفلة بوصول حوالي 1000 ضيف من شخصيات سياسية وفنية واجتماعية، كلهم ناطرين يعرفوا مين رح تكون الملكة. الجمال هو شيء يعني من 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 مصيب أو من وجود الناس. متفوقين على غيرنا من البلدان العربية بالإبداع اللي نحن عنا إياه واللي منهني بالحقيقة الـ LBC. غمض عينيك. وعلى 8:30 دقت ساعة الصفر وبلش مشوار 16 صبية يصير حقيقة قدام حكام من مختلف المجالات، من ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق للفنانة نانسي عجرم والوزير السابق زياد بارود، وذلك بحضور وتمثيل وزارة السياحة. وهاللجنة مؤلفة من 9 أشخاص، دورة أبداً ما كان سهل. مش سهل تحط علامة، أنا بعرفها بالجامعة وبعرف كيف بتتردد انت عم تحط علامة لتلميذ، هون أصعب. تصفية ورا تصفية كانت رينا عم تتخطى الجميع، والتاج عم بيصير أقرب والسهرة عم تحلى مع النجم وائل كفوري. انت وعم تفلي ما تبرني صوت. وبالنهاية قربت ساعة الحسم، 5 صبايا وقفوا على المسرح بانتظار يجي دورهم ليجاوبوا على السؤال الموحد. إجا دور رينا وتميزت بثقتها وذكائها. شو اللي بيتقدم على التاني برأيك؟ الجمال أم الثقافة؟ الإنسان الجميل يلي ما عنده ثقافة ما بيجوهر بعيون العالم. بالختام التاج راح لرينا بسهرة كل لحظة منها انحفرت بذاكرتها، لأنه العز ما بينتسى، فكيف إذا كان على شاشة الـ LBCI ومن صنعه؟